تأملات بعنوان ليلة حلت بهدوء. بدأت أفقد اهتمامي بالبشر، فلا حياتهم ولا أفعالهم تهمني. قال لي أحدهم ذات مرة بأن دراسة المرء أفضل من دراسة 10 كتب، ولكنني لا أريد دراسة أي منهما، فكلا الأمرين يجعلاني أعاني. هل يستطيع أي منهما محادثتي كما يحادثني الليل، أو كليالي الصيف، أو كالنجوم، أو كالريح التي تداعبني؟ حلت الليلة بهدوء وخفة بينما كنت مستلقية تحت شجرة القيقب، فقد جاء الليل يتسلسل خلسه من خلال الوادي، ظنا أنني لم ألحظ قدومه. وتداخلت أغصان الأشجار العايضة وأوراقها المتشعبة مع بعضها البعض، حتى كونت كتلة واحدة من السواد تخرج من خلالها عتمة الليل خلسه من الغرب والشرق، ولم يتبقى سوى ضوء السماء الذي يتسرب من خلال أوراق شجرة القيقب ونجمة تطل على كل شق. الليل مهيب وغامض، البشر بجميع أشكالهم تحيرهم الأمور غير الملموسة، فقد اختلس بعض الأشخاص النظر إليك الفئران الصغيرة، ولكنني لم أهتم لذلك، فكل وجودي كان مكرسا بسحر الليل الساكن والثاقب. بدأت الجنادب ترنم أغنية النوم، وما زالت ترنمها حتى الآن. كم هي حكيمة هذه الجناديب، فهي لا تثرثر كالبشر، إنها فقط تقول لي نامي نامي نامي، ويحرك خفيف الريح أوراق أشجار القيقب كحب دافي يثير الرعشة. لماذا يعيق الحمقى كوكب الأرض؟ لقد قطع صوت رجل ما موجة استحضاري للأرواح. فقد جاء رجل اليوم مع زملائه يتدارسون الإنجيل. لقد كان رجلا بغيضا ذا خدين حمراوين وعينين قرصونيتين سوريتين وأسلوب فظ. ما الذي يعرفه عن المسيح حقا؟ سأطلب من أحمق قد ولد بالأمس وسيموت غدا أن يخبرني أمور عن المسيح. كلا، بل أفضل أسأل النجوم عنه، فهي قد رأت.